في تغريدة عزيزي المشاهد انزلها كل يوم قدام الحلقة، احط اربع اسماء يكون واحد ضيف مني، بعض الجماهير يشاركون مع متسابقهم يطرحون الاسئلة. انا اخترت اليوم من جمهورك المتفاعل اللي يحييه جدا، اخترت ثلاثة اسئلة. في سؤال طرح وهو موجود في الزاوية هذه، راح ارفقه مع اجابتك عن ندمك في مشاركتك في عذب الاصوات. اجابة اي ولا لا؟ هل ندمت في المشاركة؟ هذا بالأصوات؟ في جنتل يبدح؟ لا ما ندمت جدا، ولا التوقيت سيء؟ ولا التوقيت سيء، طيب بالعكس كان الوقت الصحيح يبدو لك. نظر